منتصف ليل القاهرة، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من القاهرة عاصمة الخبر. البداية دوما بأبرز العناوين. قتلى في إطلاق نار بمدينة هامبورغ الألمانية. روسيا تجدد قصفها على عدد من المناطق وسط وجنوب أوكرانيا، وصافرة الإنذار تدوي في عدد من المدن. الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن مشروع موازنة 2024 بقيمة 7 تريليونات دولار. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. سقط عدة قتلى وأصيب العشرات في حادث إطلاق نار في مدينة هامبورغ الألمانية. هذا وطوقت الشرطة موقع الحادث وطالبت المواطنين بالابتعاد عنه، فيما توالي جهات التحقيق عملها للوقوف على ملابسات الحادث. للمزيد من القراءة والمتابعة في هذا الخبر ينضم إلينا من ألمانيا مراسل القاهرة الإخبارية عربي مرزوق. عربي، لدينا بعض الأخبار لكن لديك التفاصيل بالتأكيد، لو تضعنا في ما لديك من معلومات. الحقيقة ياسر، الحادث وصف من قبل شرطة مدينة هامبورغ بحمام الدم في شمال المدينة، تحديدا في حي الستادورف في مدينة هامبورغ. تم الإطلاق الرصاص إطلاق النار من قبل شخص مجهول حتى هذه اللحظة. الحادث تم حوالي الساعة 9 مساء على أشخاص في إحدى الكنائس لجماعة دينية، يعني بيطلقوا على نفسهم جماعة شهود يهوى، وبالتالي الجاني أو جناة حسب شرطة المدينة لم يتم إلقاء القبض عليهم حتى هذه اللحظة، أطلقوا النار ثم هربوا. الشرطة تتحدث عن وضع مأساوي بالفعل أدى إلى مقتل حتى هذه اللحظة، مقتل 7 أشخاص مؤكدين حسب شرطة المدينة، وهناك 8 آخرون مصابين. كان الحديث أولا عن 5 أشخاص وثم عن 6 أشخاص والآن عن 7 أشخاص قتلى بالفعل، وبالتالي من المرجح أن ترتفع أعداد القتلى خلال الدقائق وربما الساعات القليلة. لو تعيد عدد القتلى من فضلك عربي، وصل إلى 7 أشخاص؟ 7 أشخاص، هم أعلنوا في البداية عن 5 أشخاص ثم توالت الأحداث 6 أشخاص ثم 7 أشخاص. طيب. يعني في عدد كبير جدا من المصابين حتى الآن، يعني بيرجح ربما أكثر من جاني أو شخصين أو 3 أشخاص هم الذين أطلقوا النار، لكن الأزمة أنهم أطلقوا النار ثم هربوا بشكل سريع جدا. الحقيقة يعني تم تحذير السكان من قبل شرطة المدينة من خطر شديد جدا في هذه الشوارع عبر تطبيق التحذير من الكوارث الألماني، وعلى وسائل التواصل أيضا حذرت الشرطة المواطنين من عدم الخروج في الشارع في هذه المنطقة، تحديدا شارع ديل بوجا في شمال مدينة هامبورغ. عندما يعني حسب حتى التحليلات التي خرجت في هذه اللحظات بشكل سريع جدا أن القتلى كانوا موجودين داخل أحد الكنيسة من مجموعات دينية تسمى مجموعات شهود يهوى، بالتالي ربما ما طبيعة هذه الجماعة عربي لو لديك معلومات عنها؟ هي بعض الجماعات، بعض جماعة شهود يهوى هي جماعة دينية تقوم يعني بالتبشير أو بالذهاب للمواطنين ودعوة المواطنين للذهاب إلى هذه الكنيسة والأحداث الاجتماعية والمناسبات الذين يقومون بها والإعلان عن المعتقدات الذين يعتقدون بها وما إلى ذلك. وهذه الجماعة تحديدا عليها اختلاف كثير جدا من العقيدة المسيحية واليهودية وما إلى ذلك، في اختلاف كبير جدا على هذه الجماعة تحديدا، هي معروفة إلى حد ما في العالم ولكن ليس وسط المواطنين بشكل كبير، ولكن أعضاء هذه الجماعة يذهبون إلى المنازل يعني بيخبطوا على الأبواب ويدعون الناس للذهاب إلى الكنيسة وسماع المحاضرات الخاصة بهم وما إلى ذلك. لذلك ربما
العمل الذي تم اليوم او الجاني كان كارها لهذه المجموعه تحديدا، وكان يعني هم كانوا قاصدين بالفعل ان هم يطلقوا النار على هذه المجموعه حتى هذه اللحظه. عربي، السلطات الامنيه يعني حتى اللحظه لم تضع هذا الحادث في اطار انه عمل ارهابي، يعني لم تفصح عن طبيعه العمل، لم تصنف العمل، اليس كذلك؟ ام انه وسائل الاعلام تحدثت عن وصف ما لهذا العمل بناء على توصيف الجهات الامنيه؟ حتى هذه اللحظة وسائل الإعلام الألمانية أو حتى قوات الشرطة الألمانية لم تصف هذا الحادث بالحادث الإرهابي. هي تحليلات فقط من قبل المحللين. عندما حدث الأمر في الساعة 9 قامت الصحف الألمانية بالطبع وسائل الإعلام الألمانية باتصال ببعض الخبراء في هذا المجال وبشكل مباشر. عندما يتم هذا الأمر لإحدى الجماعات الدينية بالطبع هو إرهاب ضد هذه الجماعة، ولكن توصيف من قبل الشرطة الألمانية حتى هذه اللحظة لم يحدث، لأن بالطبع ربما كان مقصودا أيضا شخصا داخل هذه الكنيسة، ولكن طلقات الرصاص أصابت الأشخاص الآخرين. يعني خلال الساعات القليلة المقبلة سوف يعلن بالطبع. طيب بعد اسمع لي عربي أن ننوه فقط لهذه اللقطات الحية المباشرة التي نتابعها الآن، نتابع لقطات حية في المنطقة التي وقع فيها حادث إطلاق النار. ربما نشاهد الآن بعضا من رجال الإسعاف، بعضا من رجال الشرطة، عربات الإسعاف والشرطة في هذه المدينة تطوق المكان. ربما هذه عربات الإسعاف تنقل بعض الحالات كما أشرت أنت أيضا، ونعيد هنا للتذكير بأنه حسب عربي مرزوق مراسل القاهرة الإخبارية فإن 7 أشخاص قتلوا حتى اللحظة. هذه قوات الأمن الألمانية وعربات الإسعاف ما زالت في المنطقة، تحيط بالمنطقة ورجال الأمن داخل إحدى البنايات، ربما هذه الكنيسة التي أشرت إليها، في محاولة لتطويق هذه المنطقة. أعود إليك عربي مرة أخرى، بالنظر إلى مدينة هامبورغ وبالنظر إلى العمليات التي ربما حدثت في مناطق مختلفة من أوروبا، وهنا أتحدث عن ألمانيا بشكل خاص، هل هي من المناطق المستهدفة؟ يعني إن عدنا بالذاكرة إلى العمليات، عمليات إطلاق النار، هل هامبورغ من المدن المستهدفة بالفعل حسب خبرتك بطبيعة الجغرافيا في ألمانيا؟ بالتأكيد بالتأكيد، هامبورغ إحدى أكبر المدن. هي هامبورغ كمان هي ولاية مستقلة، وهامبورغ واحدة من أكبر المدن، ومصنفة أن هناك أيضا بعض الجرائم المنظمة وعصابات الجريمة المنظمة في المدينة، فبالطبع هي مستهدفة أيضا هامبورغ. ولكن هذا الحي تحديدا، من المعروف أن هذا الحي تحديدا هو حي هادي، لو استبعدنا أمر الإرهاب أو حتى الهجوم على هذه الكنيسة، هو حي هادي. الحي في شمال المدينة مساحته 3 كيلومتر مربع تقريبا، ساكن في هذا الحي 15,000 شخص، 15% من سكان الحي مهاجرين وأجانب، والباقي بالطبع ألمان، لذلك هذا الحي هادئ إلى حد ما. ولكن مدينة هامبورغ بشكل عام هي إحدى المدن المستهدفة بالجريمة المنظمة أيضا، وما إلى ذلك معروفة للشرطة الألمانية وقوات الشرطة الألمانية والشرطة الجنائية الألمانية أيضا بهذا الأمر. ولكن بناء على المعطيات التي ظهرت والمعلومات التي ظهرت حتى هذه اللحظة، هي هذا العمل بناء على المحللين هنا في اللحظات الأخيرة بالطبع هو استهداف لهذه الجماعة الدينية بشكل مؤكد من قبل الجناة. يبدو عربي من الأرقام المتواترة ونحن نتابع مع حضراتكم مشاهدينا الكرام هذه اللقطات الحية للموقع الحادث، حادث إطلاق النار في مدينة هامبورغ الألمانية، والتي كما أشار عربي مراسلنا منذ قليل لسقوط 7 قتلى. هناك أيضا بعض الأنباء تتحدث عن 30 إصابة في حصيلة أولية لهذا هذه العملية، عملية إطلاق النار في كنيسة في شمالي هامبورغ. عربي، لكن الواضح من هذا الرقم أنه عملية كبيرة، يعني ربما يؤكد ما وصفته أنت في بداية إجابتك بأنه حمام دم فعلا في هذه المنطقة. ده حقيقي بالفعل، هو فعل حمام دم في هذا الشارع تحديدا، شارع دولفوجا، وحتى الشرطة الألمانية حذرت لدرجة أنها حذرت المواطنين نتيجة ارتفاع صوت طلقات النار من خروج الأطفال في شرفات المنازل، وفي لعدم رؤية كمية الدماء الكبيرة جدا في هذه المنطقة، لدرجة أن الشرطة الألمانية لا تطوق هذا الشارع فقط، ولكن قامت بتطويق الشوارع المحيطة بهذا الشارع تحديدا نتيجة كمية الدماء المتناثرة في كل مكان. عندما تم إطلاق النار على الأشخاص المتوفين بالطبع قاموا بالركض في هذا الشارع،
وفي اتجاهات مختلفة، وانتشرت الدماء في كل مكان، مما تسبب في أزمة كبيرة جدا، لأن في الأساس المواطنين الألمان الذين يقطنون في هذا الشارع هم الذين قاموا بالاتصال بالشرطة بشكل سريع وقالوا أن هناك عدد كبير جدا من القتلى متناسل في الشارع، لذلك يجب أن تأتوا بشكل سريع جدا. وجاءت قوات الشرطة بالطبع، وكان المشهد حسب المتحدث باسم الشرطة في مدينة هامبورغ كان المشهد يعني مشهد فظيع جدا ومشهد رهيب بالنسبة للجميع. 7 قتلى في هذا المكان، وهناك 8 جرحى، بنتكلم عن من 15 ربما ل20 شخص تم إصابتهم في هذا المكان بناء على المعلومات. عدد كبير جدا لشارع واحد على باب، ربما أكثر من 30 إصابة حسب بعض وكالات الأنباء العربي، أكثر من 30 إصابة. لكن لابد هنا من الإشارة أيضا، ونحن نتابع هذه الصور الحية المباشرة من منطقة إطلاق النار في مدينة هامبورغ الألمانية، لابد عربي أن نشير إلى هذه اللقطات التي كانت منذ قليل، عربات الإسعاف وسيارات الشرطة، أن نقول أنه حسب الواضح من المعلومات أن مطلق النيران أو أن مطلقي النيران لا نعلم حتى الآن ما زالوا يعني بعيدين عن أيدي الشرطة مطلق الصراح على ما يبدو، أليس كذلك؟ بالتأكيد حتى هذه اللحظة هم طلقاء حسب قوات الشرطة الألمانية، المتحدث باسم الشرطة الألمانية لم يتم إلقاء القبض عليهم، هم قاموا بفتح النار على باب هذه الكنيسة أثناء تواجد هؤلاء الأشخاص وقاموا بالهروب مرة أخرى. حتى السلاح الذي تم استخدامه حتى هذه اللحظة لم تعلم قوات الشرطة هل هو سلاح صغير أم سلاح كبير، ولكن بالنسبة لعدد القتلى وعدد الجرحى بالتأكيد ربما يكون سلاح آلي من نوع معين نتيجة السرعة التي تمت بها هذه العملية وعدد الأشخاص الذين تم قتلهم، لأن بالطبع تم فتح النار بشكل سريع جدا، عدد كبير جدا من الطلقات لإصابة بين 20 ل30 شخص منهم قتلى، بالطبع كان سلاح آلي أو سلاح من نوع معين. ويعني حسب زي ما قلت لك ياسر عربي اسمح لي، التوقيت الآن ما هو التوقيت الآن في هامبورغ في ألمانيا بشكل عام؟ التوقيت الآن في ألمانيا الساعة هنا 10 دقائق، يعني 11 و10 دقائق. أليس هذا وقتا متأخرا لوجود هذا العدد الكبير في الكنيسة، أم أنه أمر معتاد في هذا التوقيت؟ يعني في أوروبا عادة هذا توقيت متأخر من الليل. ده حقيقي بالفعل ياسر، هي جماعة شهود يهوى تحديدا الأمر تم الساعة 9 تقريبا، يعني قبل ساعتين، ولكن حتى الساعة 9 مساء والثامنة مساء والسابعة مساء في ألمانيا الشوارع تقريبا تكون خالية وكل المواطنين في منازلهم استعدادا، كما تعلم ومعروف عن ألمانيا الجميع هنا ينام مبكرا للذهاب إلى العمل بشكل مبكر. ولذلك أنا يعني أستغرب أن الساعة 11 وهذا العدد موجود في الشارع وعملية إطلاق نار بهذا الشكل، لكن أنت أيضا قلت أنه قبل ساعتين من الآن، يعني 9 بتوقيت ألمانيا. رغم ذلك التسعة مساء هو وقت متأخر جدا. صحيح. ولكن جماعة شهود يهوى تقوم بتنظيم مناسبات اجتماعية في الكنائس الخاصة بهم ودعوة عدد كبير من المواطنين، وكما قلت لك يذهبون المنازل يقومون بالتخبيط أو عذرا رن الجرس الخاص بأي منزل وتوزيع. حتى أنا في منزلي هنا في العاصمة الألمانية برلين يمكن الموضوع حصل أكثر من 6 أو 7 مرات. قاموا بشرح الأمر أيضا، وللعلم هذه المجموعة شهود يهوى تقوم أيضا بقراءة الأسماء الموجودة وتقوم بتصنيف المناطق ما هي الجنسيات ربما سواء عربية أو تركية أو روسية أو فرنسية الموجودة في هذه المناطق، وبالتالي يرسلون لها أعضاء هذه الجماعة سواء يتحدثون إلى اللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية حتى يستطيعون التحدث مع سكان هذه المنطقة ودعواتهم للكنيسة الخاصة بهم. هم من المفترض أن هذه الطائفة تحديدا شهود يهوى وهذه الجماعة هي يعني هي لا تعترف بالطائفة المسيحية بشكل عام، هي مختلف عليها بشكل كبير جدا. لا تعترف بماذا؟ هي هذه الطائفة لا تعترف بالطوائف المسيحية الأخرى. هذه الطائفة شهود يهوى هي يعني ربما الخبراء يمكنهم الحديث عن لكن إن حاولنا يعني قراءة مبسطة أنا وأنت في هذا المشهد، إذا كان هذا الحادث قد وقع في هذا الوقت المتأخر نسبيا في ألمانيا على ما يبدو، يعني هذا يعني قراءة المتابعين أنه مطلق النيران أو مطلقي النيران ربما على علم بحركتهم بتفاصيل حياتهم بتفاصيل تحركاتهم. بالتأكيد ربما أن يكون حسب أيضا بعض الخبراء هنا في حوادث سابقة ربما أن يكون الجاني هو بالطبع كاره لهذه الطائفة من اليمين المتطرف
ربما أو شخص بالطبع ربما ديانته هي ديانة مسيحية يكره هذه الطائفة بشكل كبير جدا لأنها لا تعترف بباقي الطائف الأخرى أو بأي ديانة أخرى هذه الطائفة تحديدا، لذلك قام بهذا الأمر أنه كاره لهذه الطائفة تحديدا وما يقومون به لا يعترفون بأي ديانة أو أي طائفة أخرى بشكل عام. هل كان هناك قتلى قبل ذلك عمليات ضد هذه الطائفة تحديدا من قبل؟ الحقيقة حسب المعلومات ما كانش في عمليات ضد هذه الطائفة عمليات قتل تحديدا، ولكن في عدد كبير جدا من الناس كانوا بيرفضوهم دايما هنا في ألمانيا أو في أوروبا بشكل كبير، حتى عندما يذهبون إلى المنازل في عدد كبير جدا من الناس بيعاملوهم بشكل ليس سيئا ولكن بيرفضوهم بيلفظوهم بشكل كبير جدا، بيقولون لهم لا شكرا لا نريد، لا تأتي هنا مرة أخرى، نحن مسلمون أو نحن مسيحيون أو نحن يهود على سبيل المثال هنا في ألمانيا، لذلك لا تأتون إلينا مرة أخرى لدعوتنا لهذه الطائفة الخاصة بكم. لذلك الموضوع هنا إلى حد ما مرفوض. إذا كان بالفعل المنفذ أو الجاني الذي قام بهذا الفعل هو قاصد بالفعل أعضاء هذه الطائفة وأعضاء هذه الكنيسة، لأن حتى ربما ودي بنسبة 10% أن يكون أحد أعضاء هذه الطائفة على علاقة ببعض الجريمة المنظمة وما إلى ذلك وقاموا بقتله وفتح النار عليه، ولكن للأسف كان هناك أشخاص آخرين إلى جواره فتم إصابتهم ربما، ولكن من المنظور العام ومن التحليل العام الذي خرج بشكل سريع جدا من وسائل الإعلام الألمانية أيضا ربما أن يكون الجاني هو قاصد هذه الطائفة بشكل كبير جدا لأنه كاره لهذه الطائفة وما يقومون به ودعوة الناس هنا في ألمانيا وفي أوروبا. نعم عربي، ننوه هنا مشاهدينا الكرام إلى أن هذه اللقطات التي نتابعها مع حضراتكم هي من موقع حادث إطلاق النار في مدينة هامبورغ الألمانية، والتي حتى الآن بحسب مراسلنا أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات. هناك أخبار تتحدث ربما عن 6 قتلى و30 إصابة، لكن في نهاية الأمر الأعداد هذه ليست النهائية. وهنا عربي أسأل عن أنها ربما ستكون ليلة طويلة على ما يبدو في هامبورغ، من واقع مشاهدة هذا الكم وهذا العدد الكبير من عربات الإسعاف ومن سيارات الشرطة. بالتأكيد هذه الليلة ستكون ليلة طويلة جدا حتى هنا في ألمانيا، العدد كبير جدا. عندما يحدث حادث إرهابي هنا في ألمانيا بالطبع كانت هناك بعض الحوادث الذين توفى فيها أو عدد من الأشخاص، ولكن أن يتم هذا الأمر في هذه الساعة وعملية إطلاق نار في الشارع وهروب الجاني هي أزمة كبيرة جدا بالنسبة للشرطة الألمانية وسكان الشارع، ربما سكان الشارع لن ينامون حتى صباح الغد نتيجة ما رأوه في الشارع، لأن فعلا كان حمام دم حسب الصور المتداولة هنا في ألمانيا، وحتى بناء على الكلمات التي خرجت من المتحدث الإعلامي باسم شرطة مدينة هامبورغ المشهد العام في هذا الشارع بطول الشارع كان مشهد رهيب جدا بالنسبة لسكان الشارع تحديدا، لذلك حذر الجميع من الخروج من شرفات المنازل أو حتى من النوافذ للنظر، وكان التحذير أيضا على الأباء بالنسبة للأطفال تحديدا لا يخرجون إلى شرفات المنازل وإلى النوافذ لرؤية هذا المشهد تحديدا. عربي مرزوق مراسل القاهرة الإخبارية في ألمانيا، أشكرك شكرا جزيلا، وبطبيعة الحال سنبقي عينا على تطورات هذه الأحداث. تشهد ألمانيا اليوم تنفيذ إضراب جزئي في مطار ميونخ للمطالبة بتحسين الأجور. كانت عدة مطارات ألمانية قد أضربت عن العمل في فبراير الماضي تنفيذا لدعوة من النقابات، ما أدى إلى إلغاء وتأجيل آلاف الرحلات واضطراب حركة السفر في أنحاء ألمانيا. تنظم النقابات العامة في بلجيكا اليوم الجمعة إضرابا عاما في الخدمات العامة ووسائل النقل للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وبنقص التمويل ونقص الموظفين. وشهدت بلجيكا هذا الأسبوع عدة احتجاجات لأصحاب المعاشات ولرجال الإطفاء للمطالبة بتحسين الأجور. في خطوة غير مسبوقة احتجاجا على المشروع الحكومي لإصلاح نظام التقاعد، أعلن الاتحاد العام للعمل بفرنسا أحد أكبر النقابات الفرنسية قطع التيار الكهربائي عن ملعبي فرنسا والقرية الأولمبية بمنطقة سان دونيس شمال باريس.
كما قام العمال بقطع الكهرباء عن المنطقة التجارية في سان دونيس مؤكدين اتخاذهم عددا من الإجراءات الأخرى ووضع خطة خاصة بالطاقة كنوع من الاحتجاج ضد القانون. بينما قام عمال قطاع مصافي النفط بحظر خروج شحنات الوقود لليوم الثالث على التوالي بسبب الإضراب ضد مشروع قانون رفع سن التقاعد الذي صدق البرلمان عليه أمس. تشهد القارة العجوز العديد من الإضرابات والاحتجاجات في وقت واحد ورغم تعدد الأسباب، إلا أن الأزمة الأوكرانية كانت سببا في ذلك. وترفع موجة الاحتجاجات شعارات المطالبة بتحسين أوضاع العمال من مختلف الفئات مع تصاعد أزمة المعيشة. الزميل همام مجاهد يطلعنا على المزيد. أهلا بكم. تسونامي من الإضرابات والاحتجاجات يضرب القارة العجوز، دولة تلو الأخرى. تعددت الأسباب لكن النتيجة واحدة، مجتمعات تفور من الداخل على يد مواطنيها أو بالأحرى على يد الغاضبين منهم داخل سوق العمل. موجة الإضرابات والاحتجاجات في أوروبا ترفع شعارات المطالبة بتحسين أوضاع العمال من مختلف الفئات مع تصاعد أزمة المعيشة في ضوء تزايد التضخم في اقتصادات بلدانهم والتي تضررت بشكل متزايد جراء تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. في فرنسا أدت الخلافات بين الحكومة والنقابات بشأن خطط التقاعد إلى موجة من الإضرابات الواسعة احتجاجا على قانون رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، ما أسفر عن شلل وتأثر العديد من القطاعات في البلاد بالإضرابات بدءا من الطاقة مرورا بالنقل وصولا إلى التعليم وجمع النفايات. وفي محاولة لدفع الحكومة للعدول عن المشروع، ناقشت النقابات العمالية الفرنسية فيما بينها سبل إيجاد بديل من أجل تعويض المتظاهرين بأموال مباشرة من أجل الاستمرارية في الاحتجاجات الفرنسية، ما ينذر بموجة مفتوحة من التوترات لا سيما في ضوء ما شهدته الموجات الاحتجاجية الأخيرة من اشتباكات مع الشرطة. في بريطانيا، وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة شهدت هدوءا نسبيا في التحركات العمالية خلال السنوات الماضية مقارنة بدول مثل فرنسا، إلا أنها لحقت بجارتها مع تصاعد الإضرابات وسط أسوأ أزمة تكلفة معيشة منذ نحو جيل. وتستمر موجة الإضرابات المقررة خلال شهري مارس وإبريل مع اتساع المشاركين فيها لتشمل شبكة نقل وهيئات خدمات الصحة والخدمات المدنية. أما في اليونان فقد اندلعت الاحتجاجات إثر حادث تصادم قطارين مطلع مارس، ما أودى بحياة أكثر من 57 شخصا وتسبب في تصاعد الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين. ويعرب المتظاهرون عن تضامنهم مع من فقدوا حياتهم في الحادث، بينما يطالبون أيضا بتحسين معايير السلامة على شبكة السكك الحديدية التي باتت في حالة يرثى لها في ظل خفض الإنفاق الذي يعد إرثا من أزمة الديون التي واجهتها اليونان في الفترة من 2010 إلى 2018، فضلا عن تدهور الأوضاع مع تفاقم الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت البلاد مؤخرا. في بروكسل أغلق آلاف المزارعين البلجيكيين شوارع العاصمة بجراراتهم مطالبين بإلغاء خطة تقضي بإغلاق عشرات المزارع في البلاد بحلول عام 2025، فيما شارك المئات من رجال الأطفاء في احتجاجات على نقص الموظفين وزيادة سن التقاعد. أمام تصاعد الاحتجاجات تدرس بعض الحكومات الأوروبية تعديل تشريعاتها لمواجهة هذه الإضرابات ومحاولة احتواء غضب الشعوب، لا سيما في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في دول الاتحاد الأوروبي والتي تأثرت مخزوناتها بشكل كبير باندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، كما أنها اعتمدت طيلة السنوات الماضية على إمدادات الطاقة الروسية. أوقات عصيبة تعيشها المجتمعات الأوروبية ما بين أوضاع اقتصادية مأزومة متعددة الأسباب وبين مخاوف من مصير مجهول يكتنف القارة في ضوء اقترابها من نيران حرب غير وشيكة الانتهاء على جانبها الشرقي.
وجهت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي رسالة دعم وتأييد إلى المحتجين الذين نجحوا في إجبار الحكومة على إلغاء مشروع قانون العملاء الأجانب. نعم، هذا وقالت رئيسة جورجيا إن الديمقراطية التي شهدها العالم تؤكد أن تبليسي تسير على طريق الديمقراطية بما يؤهلها للانضمام إلى أوروبا. يجب أن يأخذوا في الاعتبار القوة الحقيقية للشعب. ما رأيناه في شوارع تبلسي أمر يستحق التحية والتقدير. وإذا كنا دولة ديمقراطية حقا، ينبغي أن تأخذ الحكومة والبرلمان في الاعتبار صوت الشعب. كانت إرادتهم واضحة للجميع، ليس فقط داخل جورجيا، ولكن أدرك شركاؤنا في العالم أيضا أننا نعمل بكل جهدنا لتمهيد طريقنا نحو أوروبا. هذا وأعلن المتظاهرون في جورجيا الاستمرار في التظاهرات رغم إعلان الحزب الحاكم سحب مشروع قانون العملاء الأجانب الذي تسبب في احتجاجات عارمة بالبلاد، ويواصل عشرات الآلاف تنظيم المظاهرات الاحتجاجية في العاصمة تبليسي رفضا لمشروع القانون وللمطالبة باستقالة الحكومة. بعد احتجاجات عارمة في جورجيا، أعلن الحزب الحاكم سحب مشروع قانون العملاء الأجانب الذي حظى بموافقة أغلبية البرلمان. الاحتجاجات بالعاصمة الجورجية تبليسي جاءت رافضة لمشروع القانون الذي يقود دور وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية. وعلى غرار مثيل له في روسيا، حمل المحتجون مخاوف من تأثير مشروع قانون مماثل تم تمريره في روسيا بعد إعلان جميع المنظمات أو الأفراد الذين يتلقون دعماً مالياً من الخارج أو تحت شكل من أشكال النفوذ الأجنبي بأنهم عملاء أجانب. خروج المحتجين إلى الشارع كان لإعلان مخاوفهم من ضعف فرص انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي وتقويض الديمقراطية في البلاد. الغليان وسط المعارضة والشوارع في جورجيا تزامن مع مخاوف من تكرار المشهد الروسي الأوكراني كرد فعل على محاولة الجوار الروسي للانضمام إلى الناتو، الشبح الذي يهدد أمن موسكو ويدفع الغرب نحو دعم كبير لمواقف دول البلطيق. والآن إلى تطورات الأزمة الأوكرانية. قالت مصادر أوكرانية إن القوات الروسية جددت قصفها على عدد من المناطق وسط وجنوب أوكرانيا. وقالت المصادر إن صافرات الإنذار من غارات جوية دوت في مناطق أوديسا ونيكوليف ودنيبر وبيتروفسك وفي المناطق التي لا تزال خاضعة لكييف بمقاطعتي زابوريجيا وخيرسون. قالت وزارة الدفاع الروسية إن الهجمات الصاروخية على أوكرانيا أمس الخميس كانت ردا على ما وصفتها بالهجمات الإرهابية في منطقة بريانسك الروسية. وأضافت أيضا أنه تم استخدام صواريخ كينجال فرت الصوتية التي أحدثت أضرارا في البنى التحتية العسكرية لأوكرانيا، مشيرة إلى أن جميع الصواريخ أصابت أهدافها بدقة. ردا على الهجمات الإرهابية لنظام كييف على منطقة بريانسك في الثاني من مارس الجاري، وجهت القوات المسلحة الروسية ضربة انتقامية واسعة النطاق. أصابت الأسلحة عالية الدقة وصواريخ كينجل الأسرع من الصوت العناصر الرئيسية للبنية التحتية العسكرية لأوكرانيا ومؤسسات المجمعات الصناعية العسكرية، فضلا عن منشآت الطاقة هناك.
تم تحقيق الهدف وأصبنا جميع الأهداف المحددة، كما تم تدمير قواعد هجوم الطائرات المسيرة وتعطيل نقل الاحتياطيات ونقل الأسلحة الأجنبية بالسكك الحديدية، وتم تعطيل مرافق الإنتاج لإصلاح المعدات العسكرية وإنتاج الذخيرة. هذا ويصل مدى الصاروخ كينجال الروسي إلى 2000 كيلومتر. نعم، ويملك الصاروخ الروسي القدرة على تفادي إسقاطه من طرف أنظمة الدفاع الأرضية، حيث يمكنه اختراق الشبكات المخصصة لاصطياد الصواريخ. قالت ليتوانيا إن روسيا لديها ما يكفي من موارد لمواصلة الحرب في أوكرانيا لعامين بنفس القوة. هذا وأفاد رئيس المخابرات العسكرية الليتوانية بأن معدل استمرار روسيا في هذه الحرب يتوقف على الدعم الذي يمكن أن تحصل عليه من دول مثل إيران وكوريا الشمالية. يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين، وقال البيت الأبيض إن الاجتماع سيشهد بحث التطورات بأوكرانيا وسبل زيادة الدعم إلى كييف، بالإضافة إلى ملف إمدادات الطاقة في أوروبا. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن مشروع الموازنة الجديد للولايات المتحدة سيبلغ نحو 7 تريليونات دولار، والذي تضمن تقليل العجز ورفع الضرائب على الأثرياء والشركات الكبيرة. وتسعى خطة بايدن إلى خفض عجز الميزانية بنحو 3 تريليونات دولار خلال 10 سنوات. هذا ودعا بايدن إلى فرض ضريبة تقدر بنسبة 25% كحد أدنى على أصحاب المليارات، ومضاعفة ضريبة الأرباح الرأسمالية لتصل من 20% إلى 40% تقريبا. ارتفعت أعداد الأمريكيين الذين سجلوا أسماءهم للحصول على إعانات بطالة في الأسبوع الماضي لتسجل أعلى معدل خلال 5 أشهر. في الوقت نفسه أعلنت وزارة العمل الأمريكية أن أعداد الموظفين الذين يتم تسريحهم سجلت انخفاضا ملحوظا، وأن سوق العمل لا يبدو متأثرا برفع أسعار الفائدة بشكل كبير. سجل الأسبوع الماضي 211 ألف أمريكي أسماءهم للحصول على إعانة البطالة، ارتفاعا من 190 ألفا في الأسبوع السابق عليه. مشاهدينا، لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من واشنطن مراسل القاهرة الإخبارية رامي جبر. يعني رامي، بعد التحية، هل تعتقد أن زيادة الضرائب على الأثرياء وأيضا الشركات الكبيرة هي الحل الأمثل للمشاكل التي تواجهها الحكومة الفيدرالية؟ في الحقيقة في هذا الإطار هناك وجهتا نظر.
وجهة النظر الأولى هي وجهة نظر الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته، والتي تقول إن بالفعل هو الحل المثالي لتمويل العديد من المشروعات الكبرى في الولايات المتحدة، وعلى رأسها مشروع الرعاية الصحية أو ميديكير، هو أن يتم تحصيل ضرائب أكثر من الأغنياء والأثرياء وأصحاب الشركات لمصلحة من هم أقل دخلا ولمصلحة الطبقات المتوسطة. ولكننا على الجانب الآخر نجد أن الجمهوريين في الكونغرس وتحديدا في مجلس النواب يرون العكس تماما، يرون أن تحصيل ضرائب من الأغنياء والأثرياء وأصحاب الشركات تحديدا سيؤدي إلى هروب هذه الاستثمارات، أو على الأقل تقليص هذه الاستثمارات، مما يؤدي في النهاية إلى ركود الاقتصاد، ويؤدي إلى أزمة اقتصادية، ويؤدي أيضا إلى تقليص أرباح هذه الشركات نتيجة دفع ضرائب، فستضطر إلى ربما نقل أعمالها إلى دول أخرى خارج الولايات المتحدة، وبالتالي تقل فرص العمل وتحدث بطالة وما إلى ذلك. هذه هي وجهتا النظر الموجودتان الآن على السطح، وأعتقد أن هذه الموازنة هي تجسيد واضح وصريح جدا لوجهة نظر الرئيس الأمريكي جو بايدن في إدارة البلاد، حيث أنه يعلن دائما أنه أكثر انحيازا للطبقة المتوسطة، وأنه أكثر انحيازا للفقراء، وأنه لا يجب أن يدفع رجل المطافئ ضرائب أكثر من رجل الأعمال صاحب الشركات، وما إلى ذلك مما دائما يردده في خطاباته المختلفة. نعم، من المتوقع رامي، لكن طبعا مزيد من التوضيح، يعني لكن ما هي التحديات المحتملة التي ستواجه هذه الحكومة الفيدرالية في تنفيذ خطتها لتقليل العجز الميزاني وزيادة الإنفاق على الصحة والرعاية الاجتماعية؟ التحدي الأول لهذه الموازنة هو أن يتم تمريرها من خلال الكونغرس. أولا مجلس النواب، هذه الموازنة ستعرض على مجلس النواب، ودعيني أقول لك أنه من قبل أن تعرض حتى الموازنة على مجلس النواب كتب كيفن ماكارثي رئيس مجلس النواب الجمهوري على صفحته على تويتر أن هذه الموازنة غير جادة وغير منطقية، وأنها تتضمن الكثير من النفقات، وهذه النفقات سوف تكون عبئا على كاهل الاقتصاد الأمريكي وعلى كاهل الحكومة، وبالتالي على كاهل الأمريكيين. هذا من وجهة نظر كيفن ماكارثي الجمهوري رئيس مجلس النواب. وبالتالي هذه الموازنة نتحدث عن 6.8 تريليون دولار، ربما هي الموازنة الأضخم في التاريخ الأمريكي. هذا ربما سيكون التحدي الأول. بعد ذلك ستدخل تعديلات كثيرة جدا على هذه الموازنة حتى تعرض على مجلس الشيوخ. في مجلس الشيوخ ستدخل عليها تعديلات أخرى وترشيد نفقات من في مرحلة أخرى، وبعد ذلك ستعاد هذه الموازنة مرة أخرى للرئيس الأمريكي جو بايدن لاعتمادها. وإن كان راضيا عنها وراضيا عن هذه التعديلات سيعتمدها، ولكن هذا يتوقف على ماهية هذه التعديلات، فهناك نقاط خلاف كثيرة جدا في هذه الموازنة، وعلى رأسها مشروع التأمين الصحي أو الرعاية الصحية ميديكير ما بين إدارة الرئيس جو بايدن الديمقراطية وما بين الجمهوريين في الكونغرس. نعم رامي جبر، كنت معنا على الهواء مباشرة من واشنطن، مراسل القاهرة الإخبارية رامي جبر، شكرا جزيلا. أكد الرئيسان المصري وعبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين أهمية تعزيز الأمن الغذائي، خاصة للدول المتضررة في أفريقيا والتي تأثرت دولها أكثر من غيرها جراء الأزمات العالمية الراهنة. وفي اتصال هاتفي أجراه الرئيس المصري مع نظيره الروسي، ناقش الجانبان آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وشددا على أهمية دفع جهود تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتسوية الأزمات القائمة بها على نحو يحقق مصالح الشعوب وتطلعاتها. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده تمكنت من إنجاز هدف القضاء على الإرهاب، مؤكدا عدم قدرة الإرهاب على هدم أي بلد ما دامت على قلب رجل واحد. أوضح السيسي خلال احتفالية يوم الشهيد أن تكلفة الحرب على الإرهاب في سيناء تقدر بنحو 90 مليار جنيه، مشيرا إلى أن نهاية الإرهاب حتمية. لما حصل الكلام ده من سنين كنا بنقول إن الموضوع ده في يوم من الأيام هينتهي، ومفيش
ما فيش إرهاب بيهد بلد لو كانت البلد دي على قلب رجل واحد، ما فيش. في تمن وفي وقت كبير بيضيع وفي مقدرات وتكلفة غير الأرواح بتتقدم من البلد دي، لكن أكيد اليوم هيجي لنهاية، واللي احنا شفناه وكنا بنشوفه كل يوم على مدى تقريبا 10 سنين. أنا خليني هكلمكم على كشاهد عيان إزاي الموضوع ده حصل، وهقوله لكم عشان تعرفوا إن ما فيش حاجة بتتعمل وليدة اللحظة، ده فكر وخطة وترتيب وإجراءات بتتعمل عشان في النهاية ندخل إحنا في اللي إحنا دخلنا فيه العشر سنين اللي فاتوا. وأوضح الرئيس المصري أن المخططات تهدف إلى هدم الدول من الداخل، وشدد السيسي على أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر ليست مقياسا منصفا لما تحقق من إنجازات. علموا الكلام ده في المدارس، وعلموا الكلام ده في الإعلام، وعلموا الكلام ده في الكليات. ده أمر مهم قوي، تدمير الدول من الداخل، تدمير الدول من الداخل، ده فكر وعلم وأرخص على اللي بيعملوه، أرخص تكلفة، تكاليفه قليلة قوي إن أنا أدمر بلد بأهلها. ودايما هيبقى موجود الكويس واللي مش كويس. مش عايز أطول عليكم أكتر من كده، أطمنكم إن إحنا الحمد لله بخير وسلام وبأمان، وكل يوم أفضل من امبارح. إذا كانت الناس هتتصور إن أزمة اقتصادية زي اللي إحنا بنمر بيها هو ده القياس الحقيقي للدولة المصرية، أنتوا بتظلموا القياس. أنا بتكلم بصراحة يعني. إذا كنت هيبقى القياس بتاعنا إن إحنا نقول طب ظروفنا الاقتصادية أخبارها إيه؟ طب وإحنا في 2012 كنا عاملين إزاي؟ طب و2013 كنا عاملين إزاي؟ مهم قوي ان احنا مش ما ننساش، نبقى عارفين ان الحالات ديت معناها ان الدولة كانت خلاص يعني مفيش، وكان ممكن قوي البلد دي تدخل حرب أهلية ونقعد كده بقى سنين طويلة. هذا وتحتفل مصر في 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد تخليدا لتضحيات الشهداء ودورهم في الدفاع عن الوطن. يتزامن 9 مارس مع يوم استشهاد رئيس أركان حرب الجيش المصري عبد المنعم رياض على الجبهة خلال حرب الاستنزاف. دماء طاهرة تخضب الأرض فتزهر دولا شامخة، فبكفاح الشهداء ودفاعهم عن الأرض تنعم البلاد بالاستقرار والأمان. تحتفل مصر في 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، يوم استشهاد رئيس أركان حرب الجيش المصري عبد المنعم رياض على الجبهة خلال حرب الاستنزاف عام 1969، فأصبح ذلك اليوم تقليداً لذكرى رحيله ولشهداء مصر كافة. الفريق عبد المنعم رياض أحد أشهر العسكريين في النصف الثاني من القرن العشرين، لقب بالجنرال الذهبي وشارك في حرب فلسطين عام 1948 والعدوان الثلاثي على مصر عام 1965، وفي حرب الاستنزاف وأثناء وجوده في الخطوط الأمامية بالجبهة شمال مدينة الإسماعيلية للاحتفال بأبنائه الذين كبدوا إسرائيل خسائر فادحة. انهالت نيران القوات الإسرائيلية على المنطقة وأصيب عبد المنعم رياض إصابة قاتلة رحل على إثرها وهو يرتدي زيه العسكري، فخرج الشعب المصري بجميع طوائفه في وداعه مشيعين جثمانه بإجلال واحترام. كرم الرئيس جمال عبد الناصر اسم القائد الراحل عبد المنعم رياض ومنحه رتبة الفريق أول ونجمة الشرف العسكرية
أكبر وسام عسكري في مصر. وبعد انتصار مصر في أكتوبر 1973 اختارت 9 مارس من كل عام للاحتفال بذكرى الشهداء الأبرار. أما في عام 2011 هبت على مصر أحداث عاصفة استشرت فيها نيران الإرهاب، ولم يحبطها سوى أرواح شهداء رجال الجيش المصري والشرطة، لتنضم أسماؤهم الخالدة لمن سبقوهم، فجميعهم افتدوا الوطن بصدورهم. ولهذا تحرص القوات المسلحة المصرية على إحياء يوم الشهيد. العطاء دون مقابل والتضحية بالروح من أجل كرامة الوطن رحلة شهداء الأوطان وعقيدتهم التي يؤمنون بها حتى آخر لحظات حياتهم. أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إن 5 أشخاص أصيبوا في إطلاق نار قرب أحد المقاهي في تل أبيب. ذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها قامت بقتل منفذ الهجوم وتوقت قوات المنطقة التي شهدت الحادث. أكد رئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أهمية الإسراع بإقرار قانون الموازنة العامة لتنفيذ مفردات البرنامج الحكومي. وبحث الجانبان خلال لقاء جمع بينهما أبرز التحديات التي تواجه خطط الحكومة وبرامجها السعية إلى تعزيز الاقتصاد وأهمية الإسراع بإقرار قانون الموازنة. قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو قال إن بلاده بصدد إجراء تعديلات في قانون استقبال اللاجئين. وأضاف دو كرو أن العديد من طالبي اللجوء موجودون في مراكز استقبال على حدود بروكسل وينتظرون دخول بلجيكا. نحن بصدد تعديل قانون الاستقبال في بلجيكا، ولكن يجب على من قوبلت طلباتهم بالرفض مغادرة مراكز الاستقبال والإيواء. فاليوم يوجد الكثير من الأشخاص في تلك المراكز، منهم من أنهى إجراءاته ومنهم من يقيمون بلا أوراق، وهؤلاء لا يمكننا توفير المأوى لهم. أما بالنسبة لاستقبال المهاجرين فقد حصلت وزيرة الخارجية على تفويض لإنشاء 700 مكان إضافي بنظام الحاويات الذي نستقبله من الاتحاد الأوروبي. الآن مشاهدينا إلى جولة في أبرز موضوعات الصحافة العالمية. نشرت صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية تقريرا ذكر أن الاتحاد الأوروبي طلب من إيلون ماسك رئيس شركة تويتر تعيين المزيد من الوسطاء والمدققين لمراجعة التدوينات على التطبيق. وذكرت الصحيفة أن مطالب أوروبا تأتي بعد خفض ماسك أكثر من نصف موظفي تويتر البالغ عددهم 7500 بما في ذلك فرق الثقة والسلامة بأكملها في بعض المكاتب. وكشفت الصحيفة عن أن إدارة تويتر صرحت بأنهم يعتزمون الامتثال الكامل لقانون الخدمات الرقمية بعد إجراء مناقشات مثمرة مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي. ذكرت صحيفة ميلتري واتش المختصة بالشأن العسكري ذكرت أنه من المتوقع أن تصل أولى دفعات دبابات تشالنجر 2 إلى أوكرانيا في منتصف أبريل المقبل. يأتي ذلك ضمن حزمة مساعدات مقدمة من الناتو لكييف في الوقت الذي يتم فيه تدريب الجنود الأوكرانيين على تشغيلها وصيانتها ببريطانيا. أوضحت الصحيفة أن الدبابة البريطانية بها مشكلات لا تتناسب مع الضجة التي أثيرت حولها، حيث كما أنها لا تتوفر بكميات كبيرة، حيث تم صناعة أقل من 450 واحدة. توجد لدى لندن نية لخفض أعداد هذه الدبابات في الجيش البريطاني، بالتالي سيكون هناك مجال لتزويد أوكرانيا بما يصل إلى 200 دبابة حسب ما أوردت الصحيفة التي شككت في أن الدبابة يمكن أن تكون ملائمة للظروف الأوكرانية على الرغم من أن برجها أثقل بكثير من فئات الدبابات الأخرى.
في أخبار الاقتصاد، قالت وكالة رويترز للأنباء إن مصر قدمت إخطارا بأنها ستنسحب اعتبارا من نهاية يونيو من اتفاقية للحبوب تابعة للأمم المتحدة جرى إبرامها قبل عقود. ونقلت الوكالة عن وزارة الخارجية المصرية قولها إن القرار اتخذ بعد تقييم قامت به وزارتا التموين والتجارة، خلص إلى أن عضوية مصر في المجلس لا تنطوي على قيمة مضافة. وقال المدير التنفيذي للمجلس الدولي للحبوب الذي يشرف على الاتفاقية أرنو بيتي إن عددا من الأعضاء سيطالبون مصر بإعادة النظر في قرارها. ويأتي انسحاب مصر من اتفاقية تجارة الحبوب في أعقاب فترة من الاضطرابات في أسواق الحبوب على خلفية الحرب في أوكرانيا والمخاوف المرتبطة بالأمن الغذائي العالمي. قرر البنك المركزي المصري زيادة الحدود القصوى للمعاملات المالية عبر شبكة المدفوعات اللحظية إنستاباي، وذلك لتشجيع التحول إلى مجتمع غير نقدي وتلبية احتياجات العملاء وتحول إلى اقتصاد أقل اعتمادا على أوراق النقد وتحقيق الشمول المالي. يتضمن القرار زيادة الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة على الشبكة ل70,000 جنيها مصريا، والحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية إلى 120,000 جنيها، والحد الأقصى للمعاملات الشهرية إلى 400,000 جنيها مصريا. رياضيا، عاد أرسنال بتعادل ثمين من ملعب مضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي بهدفين لكل منهما في ذهاب دور 16 من الدور الأوروبي. فعلى ملعب خوسي الفالادي سجل ثنائية الجانرز كل من ويليام ساليبا وهيديما ساموريتا بالخطأ في مرمى، بينما سجل هدفي أصحاب الضيافة جوناكلو إناسيو وباولينو. ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب في 16 من مارس على ملعب الإمارات. بينما سجل روما انتصارا غاليا على ضيفه ريال سوسيداد بهدفين دون رد، فعلى ملعب الأولمبيكو احتاج الذئاب ل13 دقيقة للتقدم بالهدف الأول بتوقيع ستيفان الشعراوي، ثم أضاف زميله في الفريق ماراش كامبولا الهدف الثانية قبل نهاية الوقت الأصلي للقاء ب3 دقائق. بذلك اقترب روما من العبور للدور التالي قبل خوض المباراة الثانية الخميس المقبل. النشرة انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. قتلى في إطلاق نار بمدينة هامبورغ الألمانية. روسيا تجدد قصفها على عدد من المناطق وسط وجنوب أوكرانيا، وصافرات الإنذار تدوي في عدد من المدن. الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن مشروع موازنة 2024 بقيمة 7 تريليونات دولار. مدون مشاهدينا، لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، تويتر، إنستغرام، يوتيوب. كما أيضا بإمكانكم متابعة القاهرة الإخبارية على التردد 11747 رأسي. كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أب ستور أو جوجل بلاي أو من خلال QR كود الظاهر على الشاشة. فشكرا لكم، وهنا القاهرة عاصمة الخبر، إلى اللقاء.